بعرف شو عنا هون، انا ما عم بعرف شيء، بيقولوا لي رفقتي عنا هون، هو انا مش عارفه. ألا يعني عبر مجموعة الصف ألست موجودة هناك؟ وفي نوتس، لا في لا بعض الأشياء نضعها عبر بشكل نوتس على الأبليكيشن أيضا. اقرأي يا سيرين، تفضلي اقرأي النص. استاذ انا او سيرين في تفضل يا سير، تفضل يا سيرين، يلا الو ايش ابدا تسالني؟ ايه يا سيرين، ابدأي وبعدك سيلين. سيرين في تونس ثم سيلين، يلا. وانا كمان يلا استاذ فوت اسماعيل، يلا ببدا تفضلي بشكل سريع. يلا. الحلم الخادع. الحلم وقف الخادع. مازن على شرفة منزله متأملا خيوط الشمس الذهبية المنسدلة على بساط حديقتهم الغناء وأشجارها الباسقة لترسيم لوحة فنية أبدع في صنعها خالق الكون والأنام. لترسم. ردد مازن جملته: يا سبحان الله، وشوق عارم يغمر قلبه. فهو بانتظار وصول سيارة أبيه الجديدة الذي أبتاعها منذ ساعة قليلة. التي ابتاعها. التي ابتاعها. نعم. كفي. أكملي يا سيلين. غادي بعدها، يلا أكملي. كان قد حدثه عنها عبر الهاتف، وهو يعلم حق العلم أن ابنه يعشق اقتناء السيارات ويهوى اللعب بها منذ نعومة أظفاره. كان ينتقي في مخيلته أوصافا لها، فترتسم أمام ناظريه بأجمل شكل وأحدث طراز. أكملي. وفجأة على غفلة بدد شرود ذهنه صوت بوك أطلق له العنان. أطلق له العنان صادر من سيارة تزداد معها دقات القلب وينقطع لمنظرها تتابع نفس ما أستاذ ما نقاش عمنيح يلا ليست هناك مشكلة. وتتسع لسحرها حدقة العين. حدقة العين. يكفي. أكمل يا غادي ثم تكملين أنت بعده. يلا أكمل يا غادي. وأنا. نعم نعم. غادي. أي أستاذ. أكمل. تتوقف ويخرج هنا. تتوقف ويخرج منها والده فخورا. نعم. ويرمق بنظرة إلى أعلى ليبارز مازن بالسخران. لحظة. ويرمق بنظره إلى الأعلى ليبادر. ليبادر مازن بالصراخ. ما أروعك يا والدي، ها أنا نازل إليك، لقد حققت حلمي. حققت حلمي. أكمل. طالت درجات السلم وقصرت ليجد نفسه المكود. تلك الحلقة التي طاقت إليها يداه، فهو لخمس عشرة سنة مضت لم تزد، وسيظل حتى يبلغ السن القانونية التي يسمح له فيها بالقيادة، ولكن يا لطول المدة، هل ستطيق روحه الانتظار؟ يكفي. أكملي. أكملي مايا. جيد أستاذ. مقبول. نعم جيد. تفضل يا مايا. وبغفلة عن أبيه الذي يتقبل المباركة من الجيران، وبغفلة عنه أعمت تفكيره بالخطر الأكيد وبسطت له الأمر. انطلقت الإطارات به ليجوب
الشارع مقلداً أباه الذي طالما إيش يعني يجوب؟ يجوب يعني يتنقل في الشارع، يتجول في الشارع. عشان راقب حركاته أثناء القيادة، فاختفى كل ما أعلى. فاختفى كل ما أعلى ما على جانب الطريق ليتحقق أمام حلم العمر. فاختفى على جانبي مش جانبي. أكملي يا سابين، أكملي. نعم، الآن يقود السيارة يسابق به، وهو مفتخر بما يقوم به، وغاب عن إدراكه مستسلما لحلمه، وكانت الكارثة شاحنة قطعت عليه حلمه ليعود إلى الواقع في وقت لم تبلغ قدمه. لم تبلغ قدمه البريئة دعسة الفرامل. يعني فرامل الفريم يعني. أوه. أكملي علي بسمة، أكملي علي حسن بسمة. بعده يا هديل، يلا. استاذها سارة. استاذ بسمة كانت. الفكرة الأخيرة. استاذ ممكن. الفكرة الأخيرة. حادثة جعلت الصبي يكبر لبضع سنوات ليرى أن الحلم متعة إن تحقق في وقته، وهو نقمة إن كتفت فجأة في غير موسمها. أين تقرأ يا الفكرة الخامسة؟ ربما كانت إصابته. ربما كانت إصابته بالكسور أخف إلاما من الوعي لطيشه الذي أفقده الوعي. أقعده أو يعني أجلسه في المستشفى، أبقاه. نعم، أقعده في المستشفى لشهر كامل، والذي سلب من والديه من والده فرحته وزاد همه. فراح مازن يوبخ نفسه ويؤنبها بصمت مكررا مرددا بخطئه. مكررا، ما معنى مكررا؟ مكررا يعني معترفا. نعم. مرددا، بئس التصرف ما قمت به أنا. أكملي يا سارة. سارة عيسى، أكملي الفكرة الأخيرة. حدث جعلت الصبي الصبية ليرى أن الحلم متعطلاً أن تحقيق في وقته، وهو أن تحقق في وقته. نعم، وهو نقمة إن قد كتف فجاً في غير مسمى موسمه. رانا الشامي بتصرف. كنا قد بدأنا بالحديث عن الجزء الأول من النص على من الأسئلة، على ما أعتقد وصلنا إلى السؤال الخامس. تذكرون جملة حققت حلمي الآن هي أسلوب خطاب مباشر، حولها إلى أسلوب خطاب غير مباشر. ما معنى أسلوب خطاب مباشر وأسلوب خطاب غير مباشر؟ يعني واحدة مع المخاطب واحدة مع الغائب. صحيح. أسلوب الخطاب المباشر هو نقل الكلام عن لسان قائله باستعمال نفس الصيغة كما قاله. يعني أقول قالت سابين نقطتان ونفتح مزدوجين، مش بعد فعل القول نضع نقطتين ونفتح مزدوجين. قالت سابين لن أذهب إلى المدرسة غدا. هذه الجملة قالتها سابين حرفيا. آتي أنا وأقول قالت سابين لن أذهب إلى المدرسة غدا. استعملت سابين ضمير المتكلم، أليس كذلك؟ هذا يسمى أسلوب خطاب مباشر.
أسلوب الخطاب غير المباشر كيف يكون؟ بتحويل هذا الضمير إلى المتكلم إلى صيغة الغائب. يعني أنا أتحدث عن لسانها ما قالت، يعني أذكر مضمون ما قالت وليس الكلام، لا أنقل الكلام كما قالته حرفيا. أقول قالت سابين إنها لن تذهب إلى المدرسة غدا. نفس الفكرة نفس المعنى، ولكن أنا ماذا فعلت في الجملة الثانية؟ حذفت النقطتين وحذفت المزدوجين لأنه سابين لم أنقل عنها الكلام حرفيا كما قالته، وحولت ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب. واضح؟ يعني هذا الفارق بين الخطاب المباشر والخطاب غير المباشر. المباشر يستعمل فيه ضمير المتكلم والمخاطب أحيانا، أما غير المباشر يستعمل فيه ضمير الغائب، وإذا كان هناك فعل قول ونقطتان ومزدوجين يحذف أو تحذف النقطتان والمزدوجين. هل هذا واضح؟ بنفس الطريقة كل الجمل التي ترد معنا بنفس الشكل، يعني بهذه الطريقة. لاحظوا جملة حققت حلمي الآن. طب هذه الجملة هي أسلوب خطاب مباشر فيها ضمير متكلم. طب إذا أردت أن أحولها يا كريم إلى أسلوب خطاب غير مباشر ماذا أفعل؟ أي جملة يا أستاذ؟ جملة السؤال الخامس موجودة أمامنا. لاحظ جملة حققت حلمي الآن، أريد تحويلها إلى خطاب غير مباشر، ماذا أفعل؟ أحول ضمير المتكلم إلى ضمير غائب، ماذا أفعل؟ كيف أفعل ذلك؟ من يعرف؟ أستاذ فيني جرب؟ من يتكلم؟ تيا. يلا يا تيا. حقق حلمه الآن. جيد جدا، خلصنا. جيد، هيها. حقق حلمه الآن، حول الضمير المتكلم إلى ضمير غائب. هكذا حولت من خطاب مباشر إلى غير مباشر. سوري يا أستاذ. ليست هناك مشكلة يا كريم. هل هناك أحد لديه مشكلة في الخطوط في أسلوب الخطاب المباشر وغير المباشر؟ فليسألني الآن، يلا أنا أنتظر. هل هناك أي سؤال؟ أقول أنا مثلا حضرت إلى المدرسة صباحا، هذا أسلوب خطاب مباشر أم غير مباشر يا إسماعيل؟ إيه أستاذ. جملة حضرت إلى المدرسة صباحا، هذا الأسلوب في الخطاب مباشر أو غير مباشر؟ مباشر. مباشر. طيب أحمد سلهب ما زلت معنا؟ ليس معنا. علي فادي بسمة تفضل. نعم. جملة حضرت إلى المدرسة صباحا فيها خطاب مباشر، حول هذه الجملة إلى خطاب غير مباشر، ماذا تفعل في هذه الجملة؟ ماذا تغير؟ ألما تفضلي. جملة حضرت إلى المدرسة صباحا هي أسلوب خطاب مباشر، حوليه إلى أسلوب خطاب غير مباشر. بأي واحدة؟ واحد من أكلت. أنا أعطيك الجملة، أنا هذه الجملة مني أنا. أنا أقول حضرت إلى المدرسة صباحا، هذا خطاب مباشر، حوليه إلى غير مباشر. كيف نحول؟ قلنا نحول غير مباشر. إيه، قلنا نحول ضمير المتكلم إلى ضمير غائب، إذا في ضمير متكلم ومخاطب نحولهما إلى ضمير غائب. حول إلى ضمير غائب هنا. حضر
حضر حضر إلى المدرسة صباح صباحا. جيد، تحولت بمجرد امت التاء المتحركة أصبح الضمير غائبا. هي أنا أعمل تقلي وحدي. الهدف هنا الفهم وليس تكرار الجمل. طيب نعم، يمكن أن نذكر كلمة مثلا. قالت أمي عليك أن تذهبي لتساعدي إخوتك مثلا. هذا أسلوب خطاب مباشر، أليس كذلك؟ حوليه إلى غير مباشر، حوليه، تفضلي. هنا قالت أمي، طبعا نضع نقطتين ونفتح مزدوجين. أما عندما تحولين يبقى فعل القول ولكن نحذف النقطتين والمزدوجين. إيه ماذا تقولي؟ قالت أمي، قالت أمي جملة. عليك أن عليك أن تساعدي، أن تذهبي وتساعدي إخوتك مثلا. عليك أن بتضل نطلع هي بس في عمل عنا. تفضل يا آدم. قالت لها أم أن عليها مساعدة إخوتها. أيوة، قالت لها أمها أن عليها مساعدة إخوتها. تحولي كل شيء لغائب. كل شيء. نعم. أجل. واضح؟ ويمكن أن تقولي بس الأفضل بهذا الشكل كما قال آدم. طيب فلننتقل في الفكرة الخامسة، جملة إنشائية، استخرجها وحدد نوعها شارحاً ومبيناً أثرها في نقل أحاسيس الفرد. نبدأ تدريجياً. نذهب إلى الفكرة الخامسة، إلى مكان تواجد الإجابة. في هذه الفكرة الخامسة هناك جملة إنشائية. من يخبرني؟ أين هي الجملة الإنشائية الموجودة هنا؟ جابرييل تفضل. جابرييل هل تسمعني؟ يلا جابرييل، أين الجملة الإنشائية الموجودة في هذه الجملة؟ في هذه الفكرة عفوا، من عند ربما لعند ما قمت به أنا. لنرى من يتذكر الجمل الإنشائية هنا. بئس التصرف ما قمت به الآن. جيد جدا، جيد جدا، صحيح. بئس التصرف وما قمت به أنا. ما نوع هذه الجملة؟ ذم. هل صح؟ هي ذم، ولكن هل هي طلبية أو غير طلبية؟ غير طلبية. جيد، إذن جملة إنشائية غير طلبية. أجبنا عن الجزء الأول، استخرجنا الجملة الإنشائية، حددنا نوعها، هي إنشائية غير طلبية تفيد الذم، في يمكن أن نقول ذلك. جيد جدا. ماذا أيضا؟ شارحا ومبينا أثرها في نقل أحاسيس الفتى. على ما دلت هذه الجملة يا جابرييل عندما قال؟ أنا وصلت أي جملة؟ هي جملة، نفس الجملة التي استخرجتها، بئس التصرف وما قمت به أنا. على ماذا دلت هذه الجملة بالنسبة للفتى؟ لماذا قال هذا؟ من يجيب؟ هل أستطيع يا أستاذ؟ تفضل يا كريم. إنه يدل على سوء تصرف مازن. طيب، سوء تصرف مازن صحيح، ولكن وندمه. أيوة، وندمه، يعني هو كان يشعر بالندم وبالحزن تقريبا لما فعله، ولقد عرف هذا الخطأ الذي ارتكبه. بئس التصرف ما قمت به، لقد أدرك خطأه وبشاعة فعلته التي قام بها. جيد جدا، جيد. هل تلاحظوا هكذا تطرح الأسئلة حول الجمل الإنشائية؟ انتبهوا، بالتاسع بهذا الشكل تطرح. استخرج الجملة، حدد نوعها طلبية أو غير طلبية، وحدد وظيفتها، يعني كيف دلت من حيث المعنى على ما دلت. هذا النص أنا أتيتكم، معظم النصوص التي أتيكم بها من عندي هي من صفوف التاسع، يعني أقوم بحث في بعض الأسئلة ولكن أسئلة التحليل مشابهة جدا، انتبهوا. يعني هذا الأسلوب هو المعتمد في السنة المقبلة،
لاحظ ليس صعبا، ولكن علينا أن نركز في كيفية الإجابة عن السؤال. هل هذا واضح؟ يلا يا حلوين. 7، تأمل الصورة وأنشئ فكرة تخاطب فيها الشباب تحثهم على عدم التهور في القيادة موظفا الأسلوب الإنشائي. هذا سؤال مهم جدا، فلنعد إلى الصورة. الصورة موجودة هنا، هذه الصورة. ألف فكرة، سأستمع إلى أكثر من إجابة، يعني نحن لدينا الوقت اليوم، يوم الجمعة، نستطيع أن نكمل تحليل النص، لسنا مستعجلين. يلا، من يؤلف لي فكرة يخاطب فيها الشباب من خلال هذه الصورة؟ وطبعا باستعمال الجمل الإنشائية، لأن طبعا أنت تخاطب، يعني أنت تدعو الشباب إلى تنصحهم بأشياء معينة. تفضل يا كريم، والباقون عليكم أن تجهزوا أيضا. تفضل. أيها الشباب، السيارة وسيلة نقل وتترتب عليكم مسؤولية كبيرة أثناء قيادتها، وبالتالي ليس مسموحا لكم بالقيادة دون السن القانوني، كما أنه لا يوجب عليكم الاستهتار بحياتكم وحياة الآخرين. أدعوكم إلى القيادة بهدوء وسلام، وضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، وعدم التسابق على الطرق أو القيادة بتهور. جيد جدا، الفكرة جيد، الفكرة جيدة جدا يا كريم، ولكن لم تكثر فيها من استعمال الجمل الإنشائية كما لاحظت. يعني يمكنك أن تستبدل بعض الدعوات بأفعال أمر مثلا، ولكن جيد جدا استعملت أيها، النداء أيضا من الأساليب الإنشائية في البداية، جيد، ودعوتهم بطريقة غير مباشرة، كان فيها الطلب، جيد. غير ذلك، يلا علي حسن بسمة تفضل، ولا ليس لأعطينا بعض الجمل، ولا يعني لن أطلب منكم الفكرة طويلة مثلا. علي سارة حمادي تفضلي معنا. سارة يلا يا سارة، خاطب الشباب بعد أن ترى هذه الصورة، خاطب الشباب، ماذا تقولين لهم؟ ماذا يجب أن يفعلوا أو أن لا يفعلوا؟ بس فيك ترجع تعيد، خطك قطش. هذه الصورة موجودة أمامنا، هل ترينها؟ طيب، من خلال هذه الصورة وهذا الحادث وهذا الندم الذي يشعر به الفتى، خاطب الشباب ومستعملة الجمل الإنشائية، خاطب الشباب، أعطهم نصائح كي لا تحصل معهم هذه الأمور، ماذا يمكن أن تقولي لهم؟ أستاذ، شو بدي استعمل؟ جمل الإنشائية، طلب، أسئلة، استفهام، أفعال أمر. هلا ابدأي بأيها، أيها الشباب، أيها جملة إنشائية فيها نداء، أيها الشباب، ماذا عليكم أن تفعلوا؟ أيها الشباب، لا يجب أن أستاذ يعني تسوقوا، تقودوا، يمكن أن تقولي كودوا، يمكن أن تستعملي فعل الأمر، كودوا سياراتكم، كيف عليهم أن يقودوا سياراتهم؟ ببطء، ببطء أو بهدوء، نعم، ماذا أيضاً؟ ولا يجب أن يقودوا بعمر أنت تخاطبينهم، يعني تخاطبينهم بضمير المخاطب يا سارة. ولا يجب أن تقودوا في يجب عمر. أن لا تقودوا، يجب أن لا تقودوا، يجب أن لا تقودوا، صح، يجب، ممكن أيضا فيها معنى الطلب أيضا، يجب أن لا تقودوا بتهور، جيد، وبعمر مبكر كمان، ولا تقودوا سياراتكم قبل بلوغ السن القانونية مثلا، في أو في عمر في سن مبكرة، جيد. أيضا من يعطيني بعض الأفكار؟ سابين تفضلي. أجل أستاذ، يلا أعطينا بعض النصائح التي تتوجهين من خلالها إلى الشباب من خلال الصورة، ماذا عليهم أن يفعلوا؟ أن لا يشربون الخمر وهم يسكون.
يعني لا تشرب الخمر ثم تقود السيارة. ممكن أجل ولا يسرعون. خاطبيهم بضمير المتكلم، ضمير المخاطب يعني. يا أيها الصبيان، أيها الشباب. نعم أيها الشباب، لا تقودون السيارة وأنتم تشربون وأنتم ولا تسرعون عشان صحتكم. نعم ولا تسرعوا كي لا تؤذوا أنفسكم والآخرين مثلا. ممكن أجل. جابرييل ماذا تقول في هذا الأمر؟ نعم ماذا لديك حول هذا الموضوع؟ خاطب لنا الشباب بأسلوب إنشائي. إلى ما تدعوهم؟ إلى ما تدعو الشباب هنا؟ أستاذ؟ نعم من يتكلم؟ أنا سرعي أستاذ. نعم السؤال؟ من خلال الصورة أنشئي فكرة تخاطبين فيها الشباب وتستعملين فيها الجمل الإنشائية. يلا يا جابرييل. أيها الشباب ماذا عليهم؟ ماذا تطلب منهم؟ هل تسمعوني جابرييل؟ نحمل الهاتف، نحمل التليفون نحن وعم نسوق. ممكن لا تتكلموا عبر الهاتف وأنتم تقودون السيارة. ممكن لا تقول. هديل صوفان أنت معي؟ أستاذ. يلا يا هديل، هلا خاطبي لنا الشباب من خلال فكرة، خاطب الشباب من خلال هذه الصورة. طب شو فينا نقول بعد؟ ما. أيها الشباب مثلا عليكم أن تتأنوا في قيادة السيارة، فالتهور يؤدي إلى موتكم وموت الآخرين، صحيح؟ لا ولا تقودوا وأنتم في سن مبكرة وقبل أن تحصلوا على الترخيص أو دون أن تتعلموا القيادة كما يجب مثلا. كل هذه الأفكار يمكن أن نذكرها هنا. طيب اشرح دلالة العبارة الآتية: اختفى كل ما على جانبي الطريق ليتحقق حلم العمر، مبديا رأيك في خطورة ما قام به مازن. من يجيب عن هذا السؤال؟ ما هي دلالة هذه العبارة؟ اختفى كل ما على جانبي الطريق ليتحقق حلم العمر. من يفسر لي هذه الجملة؟ ماذا قصد الكاتب بها؟ لا أحد؟ هادي فضل الله تفضل. أستاذ مش مبينيت لان ما هي؟ هذا هو السؤال الثامن. هادي أستاذ أنه كان مسرعا وكان متهورا في القيادة. كان متهورا، نعم، وكان يقود في سرعة فائقة. هذا يعني هذا ليس للتفسير يعني الأكيد أو الصحيح، هناك تفسير أكثر. تفضل يا كريم، لماذا استعمل هذه العبارة؟ نعم المقصود بهذه العبارة أن قيادة مازن لسيارته بالسرعة المتهورة جعله لا يفكر ولا يرى شيئا أو أحدا سوى أنه حقق حلمه بقيادة السيارة. أعد يا كريم. المقصود بهذه العبارة أن قيادة مازن لسيارته بالسرعة المتهورة جعله لا يفكر ولا يرى شيئا أو أحدا سوى أنه حقق حلمه بقيادة السيارة. يعني كان التركيز مازن هنا على ماذا؟ على تحقيق حلمه. جيد جدا. هنا صحيح. متى
لا يرى الإنسان شيئاً، هل فعلاً اختفى كل ما على جانبي الطريق؟ يعني هل اختفى الناس؟ هل اختفت الأشجار؟ هل اختفت هذه الأمور؟ يعني هذه الأشياء اختفت؟ هي لم تختفي، ولكنه نتيجة فرحته ونتيجة تهوره بهذه الخطوة التي قام بها، وهو كان يحلم بهذا الأمر، فلم يعد يرى أمامه سوى تحقيق هذا الحلم. أنتم هل أي شيء بالنسبة لكم يعني يعتبر شيئا تريدون تحقيقه، تنسون كل ما في الدنيا وأنتم تشعرون بفرحة هذا الأمر أو بنتيجة تحقيق هذا الأمر، أليس كذلك؟ يعني لا تركزون سوى في هذا الأمر، لن تروا شيئا آخر في هذه اللحظة. كلكم جرب هذا الشعور، كلكم كان يحلم بشيء ما، وقد مثلا أحضر أهله له هذا الشيء، فماذا يحصل؟ هذا يركزون دائما، يعني يفقدون تركيزهم في كل الأشياء الموجودة من حولهم، فقط يركزون على هذا الأمر. هذا معنى اختفى كل ما على جانبي الطريق لتحقق حلم العمر، يعني لم يعد يهتم بشيء، لم يرى الناس ولم يرى السيارات الأخرى، وهذا ما أدى إلى الاصطدام. كان يعيش في حالة من النشوة، من السكر، يعني عدم الوعي تقريبا. نعم، هو الشرد. نعم، يعني هذا الشرود في الحلم، يعني أنه هو يفكر في أنه يحقق حلما كان بعيد المنال. طيب، ما مبديا رأيك في خطورة ما قام به مازن؟ هل ما قام به مازن خطير أم لا؟ أكيد خطير. أفضل خطير كثيرا. هل هو خطر أو خطر عليه فقط أم خطر على على الجميع؟ على الجميع، يعني كان يمكن أن قد قتل أحد من الصغار الذين موجودون على الطريق، الذين يتواجدون، ممكن كان قد يمكن أن يقتل الناس المتواجدين، يمكن أن يقتل الناس المتواجدين في السيارات الأخرى من خلال ارتكاب هذه الحادثة. نعم، تفضل يا كريم. الآخرين وحياته الشخصية، يعني هو يعرض حياته للخطر وحياة الآخرين. لدينا دقيقة واحدة. السؤال التاسع، سل كل عبارة من العمود الأول بما يناسبها من العمود الثاني. نحن هنا أمام قصة، صحيح؟ فيها وضع أول، عنصر طارئ، عقدة، وحل، وضع نهائي. نريد منكم أن تصلوا الوضع الأول. الوضع الأول أين هو؟ هل هو الحادثة جعلت الصبي، وقوف مازن على الشرفة، ملازمة المستشفى؟ وقوف مازن على الشرفة متألمة ومتشوقا. أيوة، بدأت القصة بهذا الشكل. العنصر الطارئ يلي هو الحدث المبدل أين هو؟ انطلاق مازن انطلاق واصطدامه بالشارع.